بالمقابل قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس. وأضافت الجمعية أن الجيش يفرض منع تجول كامل منذ ظهر الأمس مع استمرار القصف العنيف على محيط المستشفى. وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ على سلامة طواقمها العاملة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى وألاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى ومقر الجمعية طلبا للحماية.